مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشيو في المباشر كما قلت لكم، حاضر معنا الآن النائب بمجلس نواب الشعب، نائب البرلمان سامي الرئيس. صباح النور ومرحبا بك على موجاتك سبيس اف ام. صباح الخير، نهاركم اسعد الايام، وصباح الخير وصباح النور لكل مستمعي راديو اكسبريس اف ام. سيد النائب، انت صاحب مبادره تشريعيه لتنقيح الفصل 96 مجله الجزائر. اللي ما يعرفش شنو هو الفصل 96، شنو اهم ما جاء فيه، وعلاش البحث اليوم والعمل على تنقيحه؟ شكرا، هي فرصه باش نكثر الكلام على تقريبا يجي سنوات من بعد الثوره على فصل 96 وآثاره على كل ما هو مسؤول أو إطار بالدولة حتى بالمؤسسات العمومية. هات نفسر للمواطنين شنو هو الفصل 96. فصل 96 مجلة جزائية اللي اصدر سنة 85، يقول ولابد باش تعرف الكونتينيو معناها المعنى متاع الفصل، يعاقب بالسجن لمدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة. شكون هو؟ الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير او عضو او مستخدم باحدى الجماعات المحليه، يعني البلديات ولا المجالس الجهويه او الجمعيات ذات المصحه القوميه او باحدى المؤسسات العموميه ذات صبغه صناعيه وتجاريه، مؤسسات تابعه للدوله، تابعه للدوله مش خواص، التي تساهم الدوله في راس مالها بصفه مباشره او غير مباشره بنصيب ما، او الشركات التابعه الى الجماعات المحليه، مكلف بمقتضى وظيفه، يعني الموظف هذا او شبهه مكلف بمقتضى وظيفته ببيع او صنع او شراء او اداره او حفظ اي مكاسب استغل صفته للاستخلاص. انا هو في المؤسسه هذه قاعد يتصرف يدير في المؤسسه هذه، عنده الاموال العموميه، عنده تصرف في الموارد البشريه، وعنده تصرف في المخزونات وفي كل شيء. شنو هو التهمه اللي موجهت له؟ استغل صفته لاستخلاص فائده لا وجه لها لنفسه، معناها هو استغل الصفة باش يتحصل على منفعة اللي هو وإلا الأضرار بالإدارة، واللي كان هو تصرف بطريقة غير قانونية مش يدور الإدارة، أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة الحق لتحقيق الفائدة أو الحق ضرر المشار إليهما. يعني في مختصر الحديث، الفصل هدايا يجرم كل موظف أو شبهه، يعني الإطار الإداري البنكي تبع اي مؤسسه عموميه اطارات الدوله، كل انسان اللي هو يتصرف في يكون موظف عنده اموال في ما بين يديه، يعني هو عنده اموال معناها فلوس والمكاسب، يعني العقارات والتصرف في الموارد البشريه والتصرف في المخزونات وغيره، وانه يخالف التراتيب يخالف القوانين وفي نفس الوقت يؤدي الاضرار للمال العام ولا تحصل على منفعه شخصيه. شنو هو اللي خلى الموضوع نتاع الفصل 96 وانه يتصار بالحده هذه؟ قبل العام 96، قبل العام 2011، الفصل 96 تقريبا ما كانش مذكور وما كانش الدوله ما كانش عطيته اهميه. بعد عام 2011 بعد الثوره كثرت المحاسبات والاداره تحملت مسؤوليه كبيره برشا، وكثرت المتاعب نتاع الموظفين، وبالاخص نحكيو هنا على الاطارات اللي هو اللي هما في الوزارات ولا في الجماعات المحليه في البلديات ولا في اي مؤسسه عموميه، والموظف او شبهه هو اللي خايف من اي مبادره باش يقوم بها، خايف من اي اجتهاد، خايف من اي تاويل، على اساس بمجرد شكوى من اي انسان يشتبه في موضوع نتاع شبه الفساد يثار بمراسله، تثار الى السيده النيابه العموميه في شبهة في موضوع فساد، تثار الشبهة هذه ويلي مطلوب ومحاسب واعطيني الفلوس ايش عندك وكيفاش دخلتهم وكيفاش صرفت وغيره. اللي خلى وانه هذا ولو يعبروا عليه بصفة عامة تقولش عليه السيف اللي هو فوق معناها عنق كل موظف اللي هو قاعد يتصرف ويبادر، واحنا نعرف انه جميع القوانين وجميع الاوامر وجميع المناشير ما دجمش تشمل جميع الحيثيات نتاع اي تصرف ولا اي وقع ولا اي واقع، وبالتالي صاحب القرار اللي هو المسؤول في الدوله ولا في اي مؤسسه لابد باش يجتهد ولابد باش يكون عنده مبادرات. بالفاصل 96 بالمحاسبات لعبت الكل ولا خايفه، ما عادش تحب تعمل اي مبادره، ما عادش تحب تعمل اي تصرف اللي هو قانوني معناها مذكور في النص كما جاء في النص، وإذا كان ماهوش مذكور بالنص
الموظف ولا يتفادى وأنه يجتهد ولا يبادر، ولهذا أثر على التنمية. جاء الفصل هذايا أثر على التنمية، أثر على قضاء حاجيات المواطنين، أثر على أن المواطن ولا يمشي للإدارة ومش عارف يندرح ومش يقضي قضيته ولا لا. وهنا نحكيه على عديد الشركات وعديد المؤسسات أغلقت بسبب الفصل 96. علاش؟ خاطر ناخذوا مثلا في مستوى محلي أمثلة التهيئة العمرانية غير محينة، وبالتالي كل مؤسسة باش يتم أحداثها يلزمها تستجيب للشروط الموجودة في كرة الشروط الموجودة تبع المرافقة لمثال التهيئة، وإلا ما لازمش تاخذ التراخيص اللازمة. وإحنا نعرف أنه البلديات في العشرية اللي فاتت ما خدمتش على أمثلة التهيئة، وبالتالي ولا الكاتب العام ولا رئيس البلدية سابقا قبل ما يتحل مجلة البلدية ما عادش يحبوا يجتهدوا وأنه يقاول حلول المناسبة باش ينجموا يعطيوا التراخيص اللازمة لإحداث المؤسسات. تو ولا الفصل 96 هو المعرقل لجميع أنواع التنمية وجميع المبادرات للموظف أو شبه، هو اللي خلى وأنه تم تقديم جوز مقترحات تعديل، جوز مقترحات مشاريع لتعديل الفصل 96 المجلة الجزائية. بالنسبة للكتلة الوطنية المستقلة تقدمت بمقترح تعديل رقم 15 في تاريخ 20 جويلية 2023. ثم هناك مبادرة أخرى من بعض النواب لكتلة أمانة وعمل اللي اقترحوا زادهم كيف مقترح تعديل في 10 أكتوبر 2023، وزوز فصول هذوم والزوز مقترحات هذوم بصدد الدرس من طرف لجنة التشريع العام. عملنا عديد الجلسات مع رئاسة الحكومة، مع أعلى القضاء، مع وزارة العدل، مع وزارة المالية، ونظرنا في الحيثيات نتاع المقترحين هذوم باش نوصل إن شاء الله إلى توحيد المقترحين هذوم باش نخرجوا بمقترح وحيد اللي باش يتعدى إن شاء الله على الجلسة العامة. في خضم المقترحات والاستماعات اللي تمت مع عديد الأطراف السيد رئيس الجمهورية من سنة اللي فاتت، من السنة الفارطة تقريبا شهر أكتوبر، معناها على علم بالموضوع هذا بأهمية الفصل 96، ونشوفوا أنه في عديد المرات يما مع وزارة العدل وإلا مع السيد رئيس الحكومة ينبه إلى أهمية الفصل 96 اللي ولا أصبح اللي هو أصبح معطل للتنمية، واللي لابد من إيجاد التوازنات ما بين المحافظة على المال العام وعدم التعلل زاد بالفصل 96 لعدم القيام بواجبات. وهو ما معناها حالي فهمنا وأنه ثم مقترح مش يكون من طرف الحكومة اللي هو التو ما جناش وما نظرناش فيه وما معناش لحد الآن في مجلس النواب، ولهذا احنا كنواب عندنا مقترحين اللي هما فيهم تعديل للمدة السجنية اللي هي ولات معطلة، هي في الأصل الفصل يقول على 10 سنوات ولا قيمة المنفعة تساوي ولا خطية تساوي قيمة المنفعة. وفي المقترح الثاني على أساس لا يمكن إثارة الدعوة للعمومية إلا باعتباره أنه في علاقة بالأموال العمومية، أني لابد من دائرة محكمة المحاسبات هي تنظر الموضوع أوليا باش يشوف إذا كان ثم موضوع فيه شبهة فساد وإلا لا، وفي مرحلة ثانية يتم إثارة الدعوة العمومية. على كل ما بين الجوز مقترحات اللي تقدموا بها النواب مش نقاو حل وسط ما بيجمع ما بين الجوز مقترحات في تخفيض العقوبة وفي أركان الجريمة وفي كيفية التعاطي مع الفصل هذايا من أجل أنه نحسنوا من أداء الموظف أو شبهه، يعني كل موظف يخدم في الدولة أو الجماعات المحلية أو في المؤسسات العمومية، وفي نفس الوقت نحافظوا على المال العام. احنا مواصلين في التصور في الاستماعات نتاعنا مع لجنة التشريع العام باش نوصلوا إن شاء الله باش نحدوا موقف وحيد وفصل متعلق بمعناه يجمع ما بين الجوج مقترحين. كان جاء مقترح رئاسة الحكومة في خصوص تعديل فصل 96، لكن احنا بطبيعتنا احنا عندنا سابق، عندنا تنقيح سابق ومش نواصله فيه، مش تعدل جلسة عامة ان شاء الله قبل ما ندخل في العطلة البرلمانية المقبلة ان شاء الله. هذا هو واضح. دونك كما قلت الفصل 96 مهم ياسر، معناتها اليوم التنقيح نتاعو توكا
برشا ناس طالب بالتنقيح تاعو، قرينا حتى العيون نتاع الصحف. ولكن المهم هوني في المهم هوني في الطرح، معناها نرجع غابيدمون ممكن على اللي قاله رئيس الجمهوريه، وانه تنقيح هذا المشروع يجب ان يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومي. لازم كل شيء يمشي، معناتها فانت كونت لازم كل شيء يمشي، والموظف ما يلزموش يخاف، والاطار ما يلزموش يخاف، ويلزم يبادر ويلزم يلقى الحلول. وهنا كي نحكي على الاطار، حتى السياسيين عندهم دور، كي نحكي على وزير وكاتب دوله ولا والي ولا معتمد ولا غيره، هو داخل في اطار حسب القانون المحكمه الاداريه، وانه قانون الوظيفه العموميه هو يدخل في اطار شبه الموظف. وهنا لابد على المسؤولين السياسيين لاتخاذ القيام بالمبادرات والمتابعات واتخاذ اتخاذ القرارات المناسبه في الوقت المناسب لتدعيم التنميه. خاطر اذا كان مش نولي حتى المسؤول السياسي ينضبط بالقانون وينضبط بالقانون، يعني القانون اذا كان واضح كان واضح، لكن اذا كان ثم بعض الحيثيات يكون القانون ساكت عليها، وبالتالي لابد من الاجتهاد ولابد من المبادرات. هنا نجم نقدمه ببلادنا، ونجم نقدمه بالتنمية، ونجم نقدمه بالاستثمار، ونقدمه بتشجيع على الاستثمار سيرتو معناها المحلي والأجنبي. إذا كان مش نلتزمه بحذافيره وبدون كي جبت لك على الموضوع مثلا تاع مثال تايا، راهو بالنسبة لي أنا أكبر معاطل تو ولا في مستوى المجالس المحلية المحليات، معناها في مستوى محلي وجهوي، كيف في مستوى الوزارات في التراخيص. عديد التراخيص مثلا نتاع مقاطع الطفل، نتاع مقاطع الحجر، نتاع التراخيص نتاع احداث مؤسسات، راهو الشيء اللي قاعدين نشوف فيه من طرف في المسؤولين ولا يقلق برشا بطريقه، وانه نلتزم بحيثيات القانون ما كانش اكهو من غير ما نعمل حتى اجتهاد، من غير ما نعمل حتى مبادره، وهذا اثر على التنميه بصفه عامه. يلزم نخفوا من العقوبات، ويلزم نعطيو اكثر تشجيع للموظف مع المحافظه على المال العام. راهو هذه معناها هي مفارقه، معناها لا بد من المحافظه على المال العام، لكن لا بد ان الموظف وشبهه يكون عنده مبادرات وما يتعللش بالفصل 96 ويلزم يخدم على روحه باش نجموا نقدموا بلادنا. شكرا لك سيد النائب على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. نذكر النائب البرلمان سامي رايس، نائب رئيس لجنه الاداره والرقمنه ومكافحه الفساد، وصاحب مبادره تشريعيه لتنقيح الفصل 96 مجله الجزائيه. شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. شكرا لكم ونهاركم طيب ان شاء الله. يعيشك، نهارك مبروك. اذا نمشيو في نواصلوا، باش نمشيو مع فاصل ثم موعد اخبار.